ضيف النهارده ضيف عزيز جدا على قلبي انا شخصيا، وانسان قريب جدا مني وكمان من ناس كتيره، لان هو كمان بخلاف كده بيطلق عليه المثل الشهير الشائع ابن الوز عوام، الفنان المتميز هيثم احمد زكي. ازيك؟ اهلا وسهلا استاذ عمرو. ساكن فين دلوقتي؟ انا في نفس البيت بتاع والدي اللي حضرتك عارف هو فين يعني. قاعد واحد. اظن الوحده صعبه ولا ايه؟ جدا يعني، انا حسيت بحاجات كتيره قوي كان بيحسها بابا ما كنتش واعي لها وانا صغير، ان البني ادم لما يكون لوحده تماما في المهنه الصعبه دي، ده بيبقى حاجه صعبه عليك، لان دايما لما بيكون حواليك ناس انت بيشجعوك، بتقول لهم مثلا انا طالع في برنامج، انا طالع في فيلم، انا مش عارف، استنوني اتفرجوا عليا. فانا الحمد لله يعني ربنا موجود، بس يعني الحمد انا في الموضوع كله لوحدي يعني، ما حدش مشاركني. فالحمد لله يعني ربنا ما بيبتليش حد بحاجه الا اذا كان هو قوي يعني، وانا يعني متعامل جدا والحمد لله يعني، انا البلد كلها اهلي يعني، الحمد لله كل ما بروح حته بشوف حب من الناس رهيب يعني لوالدي، من قبل حتى ما الناس تعرفني بلاقي الناس بتيجي تتصور معايا لمجرد ان انا ابنه، وفي ناس بتشوفني اول ما بتشوفني بتدعي له، او فدي عندي حاجه كبيره جدا يعني، عمري ما بحس بغربه او ان انا لوحدي قوي طول ما انا في مصر يعني. ايه التشابه اللي بينك وبينه؟ يعني انت بتقول لي انا مبتلى وهو كان مبتلى، وانا عارف هو كان مبتلى، وانا عارف انك انت مبتلى وعارف، بس انت قول لي بقى ايه الابتلاء المشترك اللي بينك انت وبابا الله يرحمه؟ الوحده. 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 الوحده شيء صعب. طبعا. بقالك كام سنه وحيد؟ كده انا والدي ان شاء الله في شهر 3 الجاي هيبقى بقاله 10 سنين. 10 سنين. وخالي، انا يعني خالي توفى من 4 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. مخرج جميل. الله يرحمه. الله يرحمه. فؤاد. يعني وجدك؟ وجدي توفى سنه 92، والدتي توفى 93. يعني الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. وستك؟ جدتي توفت 2007 وانا كنت بعمل فيلم البلياتشو اللي اتعرض ده، وكانت تعبانه جدا وعمله، ده اثر عليا جدا وانا بأدي يعني، انا ما كنتش في احسن حاله. بس اهم رساله يعني انت دايما تفتكرها له، جمله بترن في ودنك قالها لك، ابحث عن ذاتك. كان عايزني ابقى بشخصيتي المستقله، ان انا ما ابقاش كوبي بيست منه يعني، ان انا اشرب منه، كان دايما يحب ان انا ابقى اشرب منه، ان انا ابقى واخد حاجات منه، بس لازم يبقى ليا شخصيتي المستقله، لازم يبقى ليا طعم خاص. يمكن ابقى ممثل عظيم والناس تفتكرني ويجي حد يقلدني بعد كده، الله اعلم. اكيد.